الوضع ما كان دايما هيك. جوزنا بالسابق بعض التبويات وحققنا انجازات. اليوم نظام الكراهيه بده يردنا لورا، عم يستعمل بحملته على مجتمع الميم عين ادوات رسميه وقانونيه واعلاميه وحتى فنيه. هيدا مش اول حمله بيشن النظام على المثليين، بس معظم حملاته اللي قبل كانت تلاقي مواجهه حتى من ادوات النظام نفسه. حقيقتي مش مجرمه، انا انسانه. وهالمواجهه نجحت عده مرات وفرضت مسيحات خارجه عن دايره النظام وازلامه ومطوعين. أطلق حسن نصر الله الحملة الأخيرة ضد المثليين، ولحقوه مجموعة من الوزراء والنواب من الحلفاء ومن الخصوم. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شنقل مجموعة من الوزراء وطلع على الديمان ليبحث مع البطرك كيفية مواجهة الأفكار اللي بتخالف نظام الخالق. وزير الداخلية سهل التعدي على المثليين من قبل ميليشيا بتدعي أنها جنود للرب. وزير التربية صادر لعبة السلم والحية لأنه خاف على الأجيال الصاعدة من صورة قوس قزح. وزير الثقافة عمل التحريض على المثليين شغلته، منه بيبيض وجه مع نصر الله ومنه بيلاقي شغل لحاله كونه ما له علاقة بالثقافة. الوضع ما كان دايما هيك. سنة 2012 أصدر وزير العدل شكيب أرتباوي ونقيب الأطباء شرف أبو شرف تعميمين، الأول بيمنع الفحوصات الشرجية بالمخافر والتاني بيمنع الأطباء الشرعيين إجراء هذه الفحوصات. القرارين أجوا بعد توقيف القوى الأمنية ل 36 شخص بسينما بلازا ببرج حمود بتهمة الإخلال بالآداب العامة. بوقتها وقف مسؤولين بالدولة ضد التصرفات الشاذة للقوى الأمنية وبعض الأطباء الشرعيين وهددوهم بالملاحقة بهدف حماية فئة مستضعفة بالمجتمع، وما قبلوا يحولوا القضية لقضية أمنية. لا يجوز إجراء أي فحص دون موافقة الإنسان ذاته. إذا ما طبقوا القانون رح يضطروا يخضعوا للمساءلة المسلكية بالمجلس التأديبي بالنقابة. حتى الموقف الرسمي للدولة تجاه مجتمع الميم عين ما كان دايما عدائي. مثلا سنة 2015 أعلنت القاضية نازك الخطيب ممثلة لبنان خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف أن الدولة بترفض العنف تجاه مجتمع الميم عين. لا يمكن أن يشكل بأي حال من الأحوال سببا مبررا لارتكاب أي ممارسة من ممارسات العنف أو التمييز بحق الأشخاص بسبب ميولهم الجنسي. عم بيحاول بعض المسؤولين على راسهم النائب أشرف ريفة تشريع لقوانين تنتهك حقوق المثليين وبتعملهم على أساس أنهم مجرمين. ونشنت حملة عن النواب يلي قدموا مشروع قانون لإلغاء تجريم المثلية. حتى نقيب المحامين نادر كاسبار فتح بواب النقابة لرعاية إطلاق كتاب بيروج للهوموفوبيا وعنوانه جريمة المثلية الجنسية. الوضع ما كان دايما هيك. بين 2017 و 2018 أصدر القضاء 3 قرارات بتعتبر أنه المثلية هي ممارسة لحق طبيعي، ورفض محاكمة المثليين ضمن إطار المادة 534 يلي بتنص على معاقبة كل مجامعة على خلاف الطبيعة بالحبس حتى سنة واحدة. الأمر يلي عم تحاول تواجهه بعض وسائل الإعلام اليوم من خلال العودة لاستعمال مصطلحات هدفها إقصاء مجتمع الميم عين، مثل ما طلب مؤخرا حسن نصر الله. حتى أنه في وسائل إعلام معارضة لحزب الله بالسياسة تحالفت معه تحت شعار حماية القيم، واستلموا كلهم كمان مهمة التلفيق والتحريض على المثليين. الوضع ما كان دايما هيك. خاض الإعلام معارك لمساندة المثليين ولأجبار الدولة على حمايتهم وانتزاع أبسط حقوقهم وهي عدم التعرض لهم جسديا، مثل الحملة اللي أطلقتها الـ LBCI سنة 2012 تحت عنوان فحوصات العار ردا على إجراء الفحوصات الشرجية بالمخافر. إنها جمهورية العار، جمهورية لا تتوانى أجهزتها القيام بفحوص عذرية وفحوص مثلية للموقوفين في المخافر. كمان نجح الإعلام بفرض استعمال المصطلحات الملائمة للتعريف على المثليين ورفض استخدام مصطلح شذوذ، وفتح نقاش حول مجتمع الميم عين من خلال تقارير وبرامج تلفزيونية داعمة لحقوقهم. استخدمت تعبير شاذ، أنا أتحفظ من استخدام هذا التعبير على الهواء. هكذا يصبح المثليون هم والغيريون نحن. عم بيحاول نظام الكراهية اليوم يعزل مجتمع الميم عين بإطلاق معارك وهمية مع الفن، حتى أنه أفلام مثل لايتير وسبايدر مان منعت بسبب مشهد، وحاول وزير الثقافة يمنع فيلم باربي كمان يلي ما له علاقة بالمثلية الجنسية. الوضع ما كان دايما هيك. ما كانوا المثليين تابوه ممنوع نقرب منه، وكانوا ممثلين ببعض المسلسلات اللبنانية مثل نساء في العاصفة يلي انعرض سنة 1997 على شاشة تلفزيون لبنان، ومسلسل أجيال وعشق النساء يلي انعرضوا سنة 2010 و 2014 على الام تي في والال بي سي. نالا أنا بحبك. أما بالسينما اللبنانية فكان فيلم سينما الفؤاد للمخرج محمد سويد أول فيلم بيتطرق للهوية الجنسية سنة 1994، ومن الأفلام يلي انعرضت بالصالات عن نطاق واسع فيلم كراميل للمخرج نادين لبكة سنة 2007 واللي لعبت واحدة من بطلاته دور مرة مثلية الجنسية.
حتى أنه تنظم مهرجان سينما الفؤاد بال2019 لعرض أفلام لمخرجين محليين وعالميين حول المثلية الجنسية. قرر نظام الكراهية ينقض على فئة مستضعفة ويحملها مسؤولية هدم المجتمع والأخلاق، والهدف مرة جديدة يعيد النظام تكوين حاله وتصفية حساباته مع كل مين حاول هزه أو حاول يخلق مساحة برات حدوده. مجتمع الميم عين عم بيدفع الثمن اليوم. المهم بالنسبة لهيدا النظام تطويق الكل ضمن القواعد يلي هو حطها وتدمير أي شيء بيخرج عن الحدود يلي هو رسمه.